السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فإن طالب العلم الداعية إلى الله سبحانه وتعالى قدره أن يكون بين أمانتين، وواجب عليه أداؤهما والموازنة بينهما وأن يقوم بحقهما، وإلا فإن التقصير حكم لازم له. هاتان الأمانتان هما أمانة التحمل وأمانة الأداء. الله الله يا طلاب العلم بالعناية بأداء هذين الواجبين والقيام بهذين الحقين، فإن من الناس، أعني ممن رسم نفسه برسم طلاب العلم، من هو مضيع للأمانتين، ومنهم من هو قائم بأحدهما أو قائم بإحداهما دون الأخرى، والموفق المسدد هو الذي قام بالحقين وأداهما على الوجه المطلوب. التحمل، تحمل العلم على وجهه الصحيح، وهذا شيء لم ينتهي بالتخرج في الجامعة أو بحمل شهادة عليا. من ظن أن مسيرة العلم قد انتهت بمثل هذا الأمر فليعلم أنه قد أخطأ خطأ عظيما. طلب العلم عبادة، ولا حد للعبادة دون الموت. أنت في سلوكك طريق الطلب سالك طريق العبودية، وهذا شيء لا ينبغي أن تتوقف المسيرة فيه. ومن ظن أنه قد بلغ الغاية في العلم فلا حاجة من التزود، فليعلم أنه الآن قد بلغ قمة الجهل. وهذا الطلب وهذه المسيرة ستشعر بحاجتها كلما أمعنت في المسير، كلما سرت وكلما تعمقت ستجد أنك بحاجة إلى أن تتزود في العلم أكثر. كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. وهذا إنما يعرفه طالب العلم الذي أخذه بحقه. الإمام أحمد رحمه الله كان يسعى مع طلاب العلم ويسرع في الطرق لأجل السماع على الأشياخ، وهو في ذلك الوقت يشار إليه بالبنان، قد بلغ الإمامة في الدين والناس يرحلون إليه من كل جانب ولا يزال يحمل محبرته ويسعى ويسرع في الطرق مع طلاب العلم لأجل السماع. فيقال له: يا أبا عبد الله، إلى متى وأنت مع هذه المحبرة وتسعى في الطرق في السماع؟ فيقول رحمه الله تلك الكلمة العظيمة: مع المحبرة إلى المقبرة. وهذا الذي ينبغي أن يكون شعار طالب العلم: مع المحبرة إلى المقبرة. نتزود
ونطالع ونرتقي ونمضي في طريق العلم إلى آخر نفس في هذه الحياة. هكذا ينبغي أن نكون. واعلم يا رعاك الله أن هذا الطلب لا بد أن يلقى أرضا صالحة، وإلا فأنت تزرع في أرض لا تنبت. العلم كما قال الإمام مالك رحمه الله لا يأنس إلا بقلب تقي خاشع. العلم لا يأنس إلا بقلب تقي خاشع، وهذا هو المقصود الأعظم من العلم، الوصول إلى التزكية. العلم ليس بكثرة الحفظ ولا بإتقان المسائل ولا بجرد المطولات ولا بحضور الدورات، هذه كلها وسائل توصل إلى المقصود، والمقصود حصول التزكية. وحاصل العلم ما أملي الصفات له، فأرخي سمعك واستنصت إلى كلمه، وذاك لا حفظك الفتية بأحرفها ولا بتسويدك الأوراق بالحمم ولا العمامة إذ ترخي ذؤابتها تصنعا وخضاب الشيب بالكتم، ولا بحمل شهادات مزخرفة بزخرف القول منثور ومنتظم، ولا تصدر صدر الجمع محتبيا تمليه لم تفقه المعنية بالكلم. العلم ليس كل ذلك، بل خشية الله في سر وفي علن، بل في سر وفي علن، فاعلم هو العلم كل العلم، فانتظمي. هذا هو العلم، أن تصل إلى تزكية القلب والروح وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. وهذا التحمل يا إخوة لا بد أن يكون بالموازنة مع الأداء، فلا تستغرق في جانب على حساب جانب. من الناس من هو ساكن خامل كسول في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بدعوة أنه يطلب العلم، ولذلك لا ينشط في تعليم الناس ولا في توجيههم ولا في الخطابة فيهم، ويترك الناس تتخبط في دياجير الجهل وهو ساكن لا يتحرك. وهذا لا شك أنه خلل عظيم. إنما المطلوب أن توازن بين الأمانتين، بين العلم والتعليم. الواقع الذي نعيش لا يقبل شيئا والله من هذا التوجه الكسول. الواقع الذي نعيش يحتاج إلى اجتهاد عظيم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ الحق. كن من أنصار الله يا طالب العلم، كونوا أنصار الله، بلغ كلمة الحق، انشر ما يحتاجه الناس. ينبغي أن يكون في قلبك غيرة على حرمات الله عز وجل أن تنتهك. ينبغي أن يكون في قلبك تعظيم لله، وأن حقه سبحانه أن يذكر فلا ينسى، وأن يعبد وحده لا شريك له فلا يشرك به، وأن يشكر سبحانه وتعالى ولا يكفر. فإذا ما رأيت الناس محتاجين، وهم كذلك في كل زمان ومكان، إذا كانوا محتاجين إلى العلم فانشر وابذل وأدي هذه الأمانة التي حملتها، فإن العلم يا رعاك الله شأنه عجيب. العلم إما أن يكون سبب سعادتك وإما أن يكون سبب شقاوتك، وهذا شيء في غاية العجب، لا تنفك من هذين. إما أن تقوم بحقه وتؤدي حقه أمانة في التحمل وأمانة في الأداء، وإلا فاعلم أنه سبب للشقاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. من لم يقم في هذا العلم بحقه فلم يتعلم، أو تعلم وما أراد وجه الله، أو تعلم ولم يعمل، أو تعلم ولم يدعو ولم يبلغ، هذا العلم في حقه سبب الشقاوة. أما من تعلم لأن الله افترض عليه ذلك فطلب العلم فريضة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمه لله لا لغيره، ثم عمل بما علم، ثم تواصى بالحق وتواصى بالصبر وبلغ ما أوجب الله عز وجل عليه بلاغه، فإنه سيكون من أهل السعادة، بل إنه قد ارتقى إلى درجات عظيمة في سلم السعادة والتوفيق. المقصود يا إخوتاه أن علينا جميعا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، وأن نجد ونجتهد. اجعل شعارك في هذه الحياة أن حياتك لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ضع خطا واضحا عند كلمة ومحياي، محياك لله، تصبح وتمسي، تستيقظ وتنام، تقوم وتقعد، وحياتك لله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تسير فيها وفق أمر الله سبحانه وتعالى، أن تجاهد في الله حق الجهاد، وأعظم الجهاد في هذا الزمان ورب السماء هو الجهاد العلمي تحملا وأداء. ومن يعرف شريعة الله ويعرف مقاصدها ويدرك أحكامها يدرك صحة قولي. فاجتهد يا رعاك الله، وشمر عن ساعد الجد، وأبشر بالخير. إذا أقبلت فالله سبحانه وتعالى شكور، يقبل عليك ويمدك ويعينك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أبشر بالخير، اجتهد، صحح نيتك وقصدك، واجعل في قلبك همة لطلب العلم الصافي المستمد من الوحي الصحيح، ثم بعد ذلك حكم هذا العلم في نفسك في قولك وعملك، وبلغ الناس، علمهم، وجههم، قل كلمة الحق، ولتكن دعوتك إلى الله عز وجل دعوة مباركة شاملة نافعة للجميع، ينال خيرها كل أحد، الصغير والكبير، والعالم والجاهل، والذكر والأنثى، والقريب والبعيد، والسني والمبتدع، الكل يستفيد من علمك ومن دعوتك ومن خيرك. احرص على أن تكون إماما في الحق، واجعلنا للمتقين إماما، تأتم بمن قبلك من أهل الهدى ويأتم بك من بعدك، هذا من أحسن ما تفني فيه ساعات حياتك. ومن أريد وفق، من أراد الله عز وجل به الخير وفقه وسدده وأعانه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.